من بعد ما كان كشف موقع الفن عن انضمام بعض الوجوه اللبنانية لأحداث الجزء الـ11 من مسلسل باب الحارة اللي رح يتصور بعد حوالي شهر، عرفنا أنه الممثلة نادين الراسي هي من أبرز المرشحات للمشاركة بالمسلسل، بس بعد ما بلشت المفاوضات معه. نادين كانت شاركت من قبل بالدراما السورية من خلال مسلسل الولادة من الخاصرة ومسلسل الإخوة. بعد قرار حبسه لمدة شهر بسبب القضية المرفوعة ضده من طليقته هند الحناوي لأنه مش عم يدفع نفقة بنتهم لينا، نشر الممثل المصري أحمد الفيشاوي مقطع فيديو مكتوب فيه أنه طليقته كان تم ضبطه بيوم مع رجال غريب وهن بحالة سكر، وهربت طليقته من تنفيذ الحكم القضائي بحبسه لما قالت لأحمد أنه بدها تسافر مع بنتهم على إنجلترا مشان تكفي تعليم لينا. طلت الفنانة قمر بجلسة تصوير جديدة عجبت كل متابعينا. قمر بتبين بالصور لابسة حمالة صدر باللونين الأبيض والأسود وهوت شورت جينز وقاعدة على الرمل ورافعة شعرها وعاملة مكياج برونزي. ومن المشاهير اللي عجبتهم إطلالة قمر الفنانة شمس الكويتية. رجعت الممثلة السورية عهد ديب لبيتها من بعد ما كانت بالمستشفى بسبب حادث السير اللي تعرضت له. موقع الفن كان زار عهد بالمستشفى وبعدين بالبيت لنطمن عليها، فقالت لنا عن الحادث: أنا ورجع على البيت لقيت شارع مقطوع بسبب أعمال الصيانة، فوقفت على جنب لأسأل شرطي السير عن الطريق اللي لازم روح عليه، وتفاجأت بصوت قوي كتير وبأنه سيارتي عم بتطير، فتخيلت أنه صار في انفجار، بس الحقيقة أنه سيارة مسرعة ضربت سيارتي بقوة، والحمد لله أنه سيارتي ما انقلبت بس طارت. قال الفنان والمخرج جاد شويري بحديث خاص لموقع الفن انه عنده تعامل جديد مع الفنانة سيرين عبد النور والفنان الفلسطيني يعقوب شاهين والفنانة المغربية سميرة سعيد، وعم بحضر لألبومه الجديد ولألبوم الفنانة لولا جفان اللي رح يصدره قبل السنة الجديدة. وقال جاد انه رح يطلق قريبا غنية اسمها مش اي كلام ورح يصورها كليب وهي رح تكون اسم ألبومه. قالت الممثلة المصرية مي فاروق: تم من شهور طلاقي من بي ولادي، ومن بعد ما اكتشفت انه احلى واجمل علاقة حب حقيقية هي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي، الله يسعدهم ويخلي لي اياهم ويوفقني بشغلي. اكتشفت انه ربنا عطاني هدية مش ممكن تتعوض بكنوز الارض. اكتشفت مدى قوتي اللي استمديتها من حبهم من بعد ما تم طلاقي من بيهم من شهور، وكل احترامي وتقديري للعشرة الطيبة اللي كانت. خلال رحلته الاستكشافية لاستلهام موسيقته من الطبيعة، تعرض الفنان الفرنسي جوليان غوتييه لحادث مأساوي من بعد ما دخل دب مفترس المعسكر اللي كان فيه جوليان وسحبه لبعيد، وهالشي تسبب بوفاته. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.